في تفاصيل العنوان التالي، باشرت وزارة الأشغال العامة ممثلة في وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان، باشرت القيام بجولات تفقدية، وذلك للوقوف على سير المشاريع ومراحل الإنجاز التي وصلتها. وكان من أبرز المشاريع التي شددت الوزيرة المشعان على تذليل كافة العقبات أمامها مشروع مطار الكويت الجديد، إضافة إلى مشاريع صيانة الطرق التي وافقت عليها لجنة المناقصات المركزية وسيتم تدشينها قريبا. إلى التفاصيل. وزارات وجهات الدولة الرسمية تسابق الزمن في سبيل إنجاز المشاريع التنموية في البلاد، وتجلى ذلك من خلال الجولات التفقدية التي قامت بها وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية دكتورة نورة المشعان على عدد من المشاريع الاستراتيجية في مختلف المواقع في البلاد للوقوف على مراحل إنجازها. معالي وزير الأشغال العامة وزير الدولة شؤون البلدية دكتور نور المشعان دابت على زيارة العديد من المواقع التابعة لوزارة الأشغال العامة، ومن أهمها مثل ما ذكرت مشروع المطار التابع لوزارة الأشغال العامة، وأيضا مشروع تطوير شارع القاهرة التابع لإخوان الهيئة العامة للطرق والنقل البري للوقوف على المعوقات التي قد تعيد تنفيذ هذه الأعمال وتسليمها في الوقت المحدد. مشروع مطار الكويت الدولي الجديد أحد المشاريع التنموية المهمة التي شددت الوزيرة المشعان على تسريع وتيرة إنجاز مراحله، كونه جهة مهمة في البلاد والطريق إلى تطوير أنظمة النقل الجوي، إضافة إلى مشاريع إصلاح وصيانة الطرق بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية على عقودها لتدشن قريباً. مشروع مطار الكويت الدولي واحد من أهم مشاريع في وزارة الأشغال العامة، ويحقق ركيزة من ركائز خطة التنمية داخل الوزارة، وأيضا المشروع يعني يسبب يعني مثل أقول يدعم حركة النقل الجوي داخل الكويت، فبالتالي محط اهتمام لجميع العاملين في وزارة الأشغال العامة قياديين إشرافيين وأيضا موظفين لتنفيذ هذا المشروع بالوقت المناسب. اجتماع مع الوزيرة كان مهم جدا ومثمر جدا مع الجهات ذات الصلة الطيران المدني وغيرها من الجهات الخاصة لهذا المشروع أو تابع لتنفيذ هذا المشروع. المشروع الآن في مراحل متقدمة. مشاريع هم تقريبا راح يكونون 12 مشروع لوزارة الأشغال العامة، كل محافظة عقدين، 6 عقود تابعة للإخوان في الهيئة العامة للطرق والنقل البري، أيضا لعمل صيانة لجميع الطرق السريعة داخل الكويت، ومن ثم راح يعني بعد توقيع هذه العقود إن شاء الله راح يكون لنا لقاءات عديدة نوضح للجمهور آلية تنفيذ هذه المشاريع، وأيضا شلون راح نبدأ فيها من الطرق المتضررة بشكل كامل إلى الطرق الأقل تضررا، ومن ثم عمل صيانة لجميع المناطق داخل الكويت وجميع الشوارع إن شاء الله. الجهود الحكومية تستمر على الطريق الصحيح في سبيل إنجاز المشاريع الاستراتيجية المهمة في مختلف محافظات البلاد، تحقيقا لركيزة بنية تحتية متطورة التي جاءت بها رؤية كويت جديدة. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.